يتبين يوما بعد يوم بأن القرارات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية بإنشاء وزارة الصناعة الصيدلانية وإعلان هذا القطاع من بين القطاعات الرئيسية والاستراتيجية التي يعول عليها في الإنعاش الاقتصادي وكذا في مسار التنويع الاقتصادي قرارات سديدة سرعان ما أثبتت الصحة الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن انتشار وباء كورونا كوفيد-19 بأنها خيارات صائبة ومبنية على تصور دقيق وفهم عميق للواقع ورهانات تحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل، خاصة ما تعلق منها بالأمن الغذائي والمائي، الأمن الصحي والأمن الطاقوي.